مؤثرة لجهودها الرامية حول دعم المدرسة التشادية، قدمت هذا اليوم الجمعة 25 سبتمبر السيدة الأولى للبلاد هند ديبيت نو رئيسة مؤسسة القلب الكبير مقاعد دراسية لصالح المدارس العامة بمختلف ولايات تشاد. أثناء حفل حضره وزير التربية وترقية المواطنة والمندوب العام للحكومة لدى بلدية جمينة وعدد من أعضاء الحكومة والبرلمانيين، فضلا عن شركاء مؤسسة القلب الكبير وأعضائها. حفل بدأ بكلمة المندوب العام للحكومة لدى بلدية جمينة السيد محمد زين الحاج يحيى، الذي عبر عن فرحته وقال أن هذه المعدات التي قدمتها مؤسسة القلب الكبير لبلدية جمينة ستصل إلى مستحقيها، لأنها تحسن ظروف المدرسة التشادية وتدعم التلاميذ في مسيرتهم العلمية. بدوره وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة أبو بكر الصديق شرامة أشاد بدور مؤسسة القلب الكبير وقال إنها أفضل شريكة لوزارته. باسمي شخصيا وباسم وزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة وباسم أباء التلاميذ والتلاميذ، أود أن أتقدم بجزيل الشكر وكامل العرفان لكم شخصيا السيدة الأولى ولكافة العاملين في مؤسسة القلب الكبير على دعمهم على دعمكم المتواصل لوزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة، وذلك بتقديم معدات مدرسية و23 ألف مقعد دراسي يضاف إلى 23 ألف مقعد دراسي قدمتموه في العام الماضي. ذلك إن دل فإنما يدل على إيمانكم القوي بأن التعليم هو أساس الرقي وبأن المدرسة هي الطريق الوحيد إلى التقدم. السيدة الأولى للبلاد هند ديبيت نو رئيسة مؤسسة القلب الكبير أكدت وقوفها مع الوزارة وقالت أن هذا الدعم جاء في وقت تحتاج له المدرسة التشادية، كما يدخل في سياسة الحكومة للنهوض بالتعليم. وجدير بالذكر أن التعليم من أولويات فخامة رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو، وما تقوم به مؤسسة القلب الكبير هو دليل على مرافقتها للحكومة في مساعيها الرامية في التعليم المجتمع التشادي. وسيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو تسعى دائما وأبدا لراحة المواطن التشادي، فإن مؤسسة القلب الكبير لم تعلو جهدا إلا أن تكرم شركائها في كل المناسبات، وعليه فقد كرمت هذا اليوم بعض من المؤسسات الوطنية التي استجابت لمشروع توفير مقاعد دراسية لصالح المدارس العامة بمختلف ولايات تشاد. اليوم جينا هنا لننتو للوزارة التربية والتعليم 23 ألف تابل بان مقعد هنا الإيال، وزي ما شاهدنا السنة الفاتت كل جينا في نفس المحل أنتينا 23 ألف مقعد للإيال للأطفال، و 23 ألف ده لكل الأقاليم هنا تشاد، لأن كون 20 و 3 إقليم في تشاد. وسنة الفات جينا أنتينا 50 ألف كراس هنا الدراسة ننادوها لنا الساك هنا إيكول وما بيدون هكا، والسنة كله كذلك جبنا 37 ألف ساك لإيال هنا إيكول. وانجمينا السنة شفنا في الريبارتيسيون أنتينام أكتر، أنتينا 3 ألف تابل اللي انجمينا، والأقاليم الآخرين ده منهم يلقوا 500 والأقابو يلقوا ألف ألف. دونك أنينا شيلنا ريبارتيسيون اللي سوينا مع الوزارة سوا، ما قعدنا كبس وقعدنا سوينا ريبارتيسيون، لا عشان انجمينا عند إيكول كتير سنة فاد انتنام ألف ده ما تم ألف، وانجمينا ده ريجيون كبير مرة واحد كلام ده. السنة جبنا لهم 3 ألف وجبنا لهم 10 ألف كيد سكولير، 10 ألف كيد سكولير داكو قاعد قدامكو هنا نجمينا الدا يقسموا للإيال الدقات، وإيال الأباهات ما عندهم إمكانيات يقدروا يشروا لهم ساك ولا يقدروا يشروا لإيالهم كله. دونك دا أنا نطلب من الوزارة تقوم تسوي خدمة، ولكن خدمة بجينا خدمة عديل، خدمة ما عشان نشولون وجوبون وخطوه وأنباكي الرجل نلقو ألمي بطنك ما ترجيجي سفوقه، لا نطلب من الوزارة نطلب من الغوفرنور
ونطلب من الدليجي خليه يقوموا ويساعدونا يوزعوا زي ما المينستير والدليجي أنتون ريبارتيشن خليه يوزعوا خمام ده. كان خلينا زي ما أخواننا في أخاليم آخرين سووا خلوا تابل ده ناس أني قايد بدوقة. أنينا الشغل ده نرجو من وين؟ نرجو من مساهمة على ناس. أي نادم عنده هبة نوتر، أي نادم بدور بيساعد الصغير بيجي بيجيبها زي ما شفتوا. قلنا 50,000 فرانك بار تابل، 10,000 يجيب لك تابل. سوينا 10,000 لتابل، ما لتابل هنا، تابل ديما نقولوا في ريجيون نودو. أنينا نشيلوا شارجة نودو في ريجيون. نطلب من المينستر ونطلب من الجوفرنرات اللي يصموا فوقي، خليه يساعدونا، لأن التابلات ده أنينا قاعد نودو. ودينا جوسكا وفون جوسكا تيبستي. لكن مالوريزومون قاعد في مكان يقولوا أنينا بس نقولوا بطان نودو لهم في ديبارتمون ونودو لهم في إيكول. ما يجوز. أنا نشيلوا نودو في ريجيون 23 ريجيون. دونك نطلب منكم نطلب من مسيو المينستر وغوفرنورات اللي قاعدين يسمعونا زي ما هسه الغوفرنور سي انجاجي ندور الغوفرنور كله ينجاجي يساعدونا عشان يودوا ينتوا للناس المحتاجين ينتوا للعيال يقروا. انينا ما نشيلوا نودوا ونخلوا المي يدق هراي يدق وشغل ده يتلف. دونك ده ندى هني انا دورت منكم انتم. وشكرا للسوسيتي وشكرا للبارتنر ساعدونا عشان اليوم قدرنا نتجنا، وشكرا للحكومة كلها اللي وقفت معانا اليوم قدرنا رياليزي شغل كبير، لأن 23 ميل تابل باندا ما شيء هين.